ثابت برضو عايز اخدك في جانب اخر وهو الجانب النفسي خلال هذه الفتره. الجانب النفسي مهم جدا، من وجهه نظرك مين تعامل بشكل افضل سواء صبري لاموشي ولا بيتسو موسيماني؟ هو طبعا النادي الاهلي اتعامل بشكل كويس جدا، هو راح بدري يعني راح قبلها باسبوع اكتر كمان من اسبوع، معسكرين من فتره طويله، راحوا اتعودوا على الاجواء هناك، عرفوا الاجواء الملعب، حتى النهارده راحوا زاروا وعملوا زياره للملعب، شافوا شكل الملعب عامل ازاي. مش كل اللاعبين، ولكن كان الشناوي كابتن الفريق مع بقيه الجهاز الفني. طبعا اخذوا خبره، بس في حاجه مهمه جدا. مهم ان اللعيبه تشيل الضغوط من عليها. أيوة. انت بتلعب في بطوله عالميه، مهما كانت النتيجه انت بتلعب، يعني ايه طبعا انت هتلتزم بتعليمات المدرب والادوار التكتيكيه، ولكن انت بتلعب عشان تتمتع. مهم جدا ان انت تتمتع نفسك، شيل الضغوط من عليك، انت بتلعب للاهلي. النادي الاهلي هو اكتر نادي في افريقيا وصل لكاس العالم للانديه، وتاني اكتر نادي شارك في البطوله في كاس العالم، وبالتالي النادي الاهلي بجماهيره دايما جمهوره هو اللي بيدعمك، ودايما طول ما جمهور النادي الاهلي في ظهرك ما تخافش من اي حاجه. اهم حاجه ان انت تشيل الضغوط من عليك، العب بمنتهى البساطه بمنتهى السلاسه، عايز تلعب بحريه خالص، ما يبقاش فيه تنشانه، دي نقطه مهمه جدا. احنا مش بتلعب بقى مباراه نهائيه، طبعا بتلعب في بطوله عالميه وكاس عالم، بس تلعب للمجد، العب عشان تعمل لنفسك اسم وبتعمل للنادي الاهلي وتعمل تاريخ. دي حاجه مهمه جدا، مهم ان انت تشيل الضغوط من عليك، لان انت لما بيبقى عليك ضغط نفسي كبير بتتوتر، والتوتر ده هيعمل اخطاء، والمباراه دي محتاجه ايه؟ محتاجه تركيز، والتركيز محتاجه تقلل اخطائك على قد ما تقدر. وده بيجي من خلال ايه؟ من خلال التركيز، الاعداد النفسي والاعداد البدني، هم دول اللي بيعملوا التركيز. مهم جدا ان انت تكون نفسيا هادي، تكون بتلعب لعبه خالص ما تخافش من اي حاجه، انت بتلعب في اسمك، بتلعب في كاس العالم للانديه. ومهم جدا باذن الله ان انت في نفس الوقت هتلعب لعبك وهتركز وكل حاجه، ولكن تلتزم بتعليمات المدرب والادوار التكتيكيه عشان تعمل نتيجه. واهم حاجه ان انت تعمل لنفسك اسم وتعمل للنادي الاهلي وتكبر النادي الاهلي طبعا. دي حاجة مهمة جدا بالمشاركة إن شاء الله نقابل بايرن ميونخ بإذن الله.